السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبار الشباب؟ أسأل الجميع إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. معاكم سام سكستان من قناة مالتي جيمرز ام جي. يا حبيبي الكالتشيو، ما في مثل الكالتشيو، لا أحد يقول لي غير الكالتشيو. بلعب بالكالتشيو وريكم الجلد الحين. المهم يا شباب، خلونا نقول لكم شو سويت. هذه التشكيلة اللي سويتها تقريبا ما كلفتني ولا 10,000 كوينز. وشلون جبت 10,000 كوينز يا ابو داحم؟ انا اقول لكم، اول ما تبدا في فالتمت تيم يعطونك فرصه تلعب درافت مره واحده. انا من نهايتي رحت لعبت اوف لاين، قمت واختار مستوى اسطوري، قلت بس كمبيوتر بجلد جلد 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 لين ما وصل اخر مباراه واطلع لي باكجات وابني تشكيله خرافيه. والله من اول مباراه لزخت بصراحه، الكمبيوتر منوب ما غير يضيع وقت ورا، قهروني قهر غير طبيعي. المهم هذه التشكيله اللي سويتها باذن الله. يويو مهاري مراتا العب فيه مره رهيب، همسك ديروسي هرنانز لوليتش ما قد جربته بصراحه، بس في كثيرين من الشباب كانوا ينصحوني فيه. خوسي مونتويا جاري نيفل معطيني اعاره ديجلوبز. طبعا بعد ما انصقعت اول مباراه بالدرافت ضد الكمبيوتر، هم لعبوا من منو ما غير يناولون ورا ومرجعين الفريق كله ورا، جست اشوت شوتها لقيت اللاعب اونلاين، اقسم بالله كان يمكن فزت مباراتين ثلاث. اعطوني باكج، الباكج طلع لي فيه ذا اللاعب كلاين بعته ب 4700 مع التشكيله القديمه اللي بعته تقريبا 10,000 يا حبيبي. وسويت لي التشكيله الايطاليه هذه وان شاء الله بيصير فيها الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا بس اوريكم كل واحد كم شريته. هذا يويو، مراتا 1008، مراتا غالي همسك، هرنانز ترى يمديك تاخذهم باسعار ارخص بس انك مستعجل. نيفل اعاره، خيسوس موريس ما قد جربته ذا، ودي اجيب برزالي بصراحه. انا التشكيله هذه بس ودي اجيب بدال هذا برزالي وابات بدال مونتويا واجيب هاندانوفيتش بدال ديجلوب. الشباب اللي يكتبون لي دائم يجيني سؤال يقول لي يا ابو داحم مسوي بحث بس ما نلقى احد. والله اني زيكم يا عيال، ما ادري وش السالفه يا اخي، ما ادري ليش. بما اني قاعد اسوي بحث ومطول انا، فبقول لكم السبب ليش احب الدوري الايطالي خاصه بالسباق للعالمية، لانه ارخص دوري بصراحه وافضل دوري فيه امكانيات. ودي بصراحه السباق للعالمية العب بدوري انجليزي ولعب اجويرو وستوريج والشباب، بس انهم اعوذ بالله اسعارهم وينك وينهم. دوري الايطالي ما في احد غالي، يعني الغاليين بس كلهم بس بوجبا وكليني وكم لاعب بس، ولا الباقيين كلهم تراب القروش. هذه ميزة التشكيلة الإيطالية، يعني مديك تبني فريق قوي مرة 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 توصل فيه للديفيجن 1 قيمته 10,000. كثير من الشباب يسألون يقولوا داحم يا أخي سوي بحث ولا نلقى أحد. والله كلنا نفس المشكلة يا شباب، اللي عنده حل المشكلة ذي علمني علشان أعلم الشباب ونستفيد. من أمس يا الله يا رب يا كريم يدخلنا، خلنا نشوف حلول الشباب بس نبغى أحد يحللنا المشكلة. حتى الناس بسناب مساكين نفس المشكلة بالضبط يا شيخ، معاناة يا أخي. واحد من الشباب يقول أبو داحم كانت عندي مشكلة دي بس منزل آخر تحديث فيه فراحت المشكلة. طيب ولي ما راحت له، كل الشعب بكود. طيب ولي ما يحب يلعب كود يبي يلعب فيفا. طيب بدل أماكن اللعيب، أيوة بدل حركات الوسوسة من جد، ما يخالف. ها يلا رح يويو مكان مراتة ودز، حتى الاحتياط برونزي، الاحتياطيين كلهم برونزي. في طريقة وان شاء الله تفيدك في البحث عن الخصم. طيب اكتب لي اياه، لا عمال ليك اكتب لي اياه تكفى. شكرا للنصائح اللي جتنا من السناب شات. تابعوني على السناب شات اللي يبي يتابعني سام سكستان، بس كذا سام سكستان. الله اكبر الله اكبر، بعد مرور ساعة وسبع دقائق لقى احد. يلا ما يخالف حتى ولاقة بلعب. يلا دز. لا يلا اوه فان بيرسي، شوف الابداع. مراته وحش، افتح يا وحش. الله يا اخي مراته، انا اللاعبين اللي يطربوني ديروسي يا اخي حرام يا شيخ، تحمست بي. ياه مراته
مراتا يا سلام هديت عطها الرقصة يا مراتا. يا سلام يا وحش يا مراتا. يلا يا برشلونة العب يا برشلونة العب يا برشلونة بس جيب الكورة لا أكثر. مراتا مراتا ينطلق مراتا لا لا يو 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 يا سلام همسك 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 يعطيك الرقصة همسك همسك يعطيك الرقصة همسك. يا سلام يا سلام قال لكم يا عيال تيجي التشكيلة الإيطالية يجي الفن تب تيجي الأهداف. يا الله يا يو يو على المناولة يا الله يا مراتا على التثبيت يا الله يا همسك على الحطة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الكالتشو الإيطالي يبدع مراتا الهمسيك همسيك والتسديد والله جاء جلد. اي هذه السباق إلى العمي هذا اللي متعود عليه أنا جلد العالم وبنجلد. يا الله مراتا ينطلق مراتا يا عيال شوفوا شلون مسجل هدف بس شوف شلون يسجل هدف مراتا. يا الله يا مراتا يا الله يا مراتا يا اخي افتح يا اخي يلا يا الله يا مراتا يا الله يا مراتا ماذا تفعل يا مراتا ماذا تفعل يا مراتا يا رباه يا مراتا يا شيخ اقسم بالله يا شيخ ادرس ادرس مراتا هنا مراتا هنا. شوف الهدف شوف الهدف شوف الهدف شوف 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 مراتا كذا هم نكلها كذا هم دخلوا حطها قيمته 2600 بس قدم الفريق كله غلط 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 لأن في مراتا لأن في يا أخي أقسم بالله عنده مدافعين صنديديين يا شيخ ذي مدافع جريندايزر صدها يا شيخ أحس جريندايزر يا شيخ اللي صدها نجلد كربعة يا شيخ. الله أكبر لقى واحد يا عيال لقى واحد تكفى لا تطلع تكفى تسارك زين تكفى لا تهج صاروا اخضر بعد بسم الله بسم الله يلا يلا تكفى اضغط اضغط الله اكبر الله اكبر من الساعة 4 العصر ما لعبت الا مباراة واحدة يا عيال قسما بالله من 4 العصر يلا بسم الله بسم الحمد لله الحمد لله شيء غير طبيعي هو تشكيلته حلوة ذا لعب وفن وهندسة يلا عطنا اياها يا ابو يوسف عطنا لزوجة لعب وفن وهندسة يا سامي يا مدرسة لعب وفن وهندسة اشو الي للاق يا شيخ شو السالفة في شو السالفة لك كذا قبل شوي ما كان في شيء يا اخي اقسم بالله لذاك يا اخي والله لذاك ما انا بقادر العب زين كذا بذلاق ذا راح ياخذ البليس يا رباه درسي درسي يا السلام لا اقول له مو بلاق يا حبيبي لا اقول له مو بلاق ما في تفاهم يا شيخ عطوس عطوس بعد ها اسمع 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 كلمة اسمع كلمة عن الكالتشيو اسمع كلمة عن الكالتشيو يا الله علاق يا الله علاق شوت شوت يا الله علاق يا اخي وش السالفة والله من عنده مو من عندي قايس السرعة صار 200 ميجا بالضبط جاي على الدروسي دروسي الله اهلا ما بالدروسي اه ادخلي يا سلام جت للوحش يويو جت للوحش يويو يويو همسيك همسيك لليتش لليتش لا هرنانز 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 يتوخل هرنانز والتسديد يا الله ها والله ان لاقي ابو دحم ولا قسما بالله العظيم اني كرهته بالمباراة جيت قدام قسما بالله العظيم انه شيء نرفز نرفزه مو طبيعيه يا شيخ اقسم بالله ما بقدر العب من ذلك بس انا اوريه يا الله يا الله شلون ضاع ذي يا ناس يا الله يا الله يا شيخ اقسم بالله في حظ مو طبيعي جاري نيفل يا الله يا نيفل يا الله يا نيفل لو تسويها يا نيفل تكفى يا نيفل تكفى يا نيفل لا 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 ايش قاعد تسوي ايش قاعد يصير همسك 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 يا اخي ايش قاعد تسوي يا همسك
انت تنبرعت اقسم بالله لك والله ما عاد العب لما يزين اتصال قسما بالله. شوف شلون سنم بلاك يا اخي ما بقدر العب. المهم هذا بنا شباب الفيديو اليوم اذرونا على القصور ان شاء الله المره الجايه ما بجايكم الا اتصال فل الفل باذن واحد احد نشوف حل مشكله فيفا ذي. يعني حتى الشباب بسناب كلهم قاعدين يقولوا لي نفس المشكله. ان شاء الله عجبكم الفيديو يا شباب اذرونا على القصور. اشوفكم على خير. امان الله.